لجابرييل سلتاوي. جابرييل هو شاب مصفف شعر نسائي وقرر بهيدي الأزمة يلي عم تعصف بالبلد أنه هو يتجول على الطرقات، يتجول على مراكز استقبال النازحين كرمال يقدم خدماته لكل السيدات يلي هن بحاجة لأنهم يهتموا بمظهرهم حتى بوقت الحرب، لأنه هيدي يمكن شغلة كتير مهمة وأساسية وبتخلي الواحد أنه يكون شوي عم بغير نفسيته وعم بيلتهي عن أخبار الحرب يلي عم يسمعها ليل نهار. جابرييل وي بونجور، يعطيك العافية. الله يعافيك، كيف شكلك على الطريق؟ يس هلا بعدنا واصلين على المركز. أنت هلا وصلت على المركز. طيب جابرييل، أول شيء شو اللي خليك تطلع بهيدي المبادرة والفكرة؟ والله الصراحة مثل ما بتعرفي الإنسان بس يشوف حدا بحاجة ما بيقدر يضل قاعد. أنا كمان كنت قاعد بالبيت وعم شوف كل شيء عم بيصير وعم بتضايق وعم شوف حالي انه ماني قادر اعمل شيء، بقى قررت انه استعمل ماي سكيلز، يعني بما انه انا حلق نسواني قررت ايدي بالساحه بدل ما اعمل شيء ثاني، لانه صراحه ما بعرف اطبخ، بعرف اسبوخ، بعرف قص، بعرف استعمل يعني ما بعرف استعمل ايدي. حبيت اللي عم بتقوله جابرييل، انه انا يمكن في قصص كثير ما بعرف اعملها بس رحت على الشغل اللي بعرف اعملها، وانا بعرف قد ايه مهمه هيدي الشغله على كل حال، وبخلال جولاتي اللي عم بعملها مع النازحين عرفت قد ايه مهم انه هن يضلوا مرتبين، يضل اللوك تبعهم حلو، لانه هيدا الشيء عن جد عم بغير لهم نفسيتهم وعم بخليهم يعني بس يتطلعوا ويرجعوا على المرايه يلاقوا حالهم انه انا لا بشبه حالي بعدني، يعني بعدني بتعرف لانه الحرب اوقات بتحس حالك انت فجاه كبرت بالعمر، فجاه تغيرت ملامحك، فجاه يعني ما بتعود تعرف حالك، فهيدي نقطه كثير مهمه. عم تسمع اخبارهم؟ شو القصص اللي بيخبروك اياها؟ شو القصص المؤثره يلي سمعتها منهم؟ كاخبار مؤثره يعني بطبيعه الحال في عالم تهجرت من بيوتها، في عالم راحت بيوتها، في عالم حالتهم النفسيه ما عم بتكون مثل ما هن معودين تكون عادة. نحن عم نجرب بس انه بطريقة معينة نعليلهم معنوياتهم أكثر من انه نكون نحن شيء مادي، يعني عم نركز لأنه الإنسان كمان الحالة النفسية بتهم قد ما هي بتهم الحالة الجسدية. صحيح صحيح. طيب جابرييل، اليوم أنت شو عم تعمل؟ يعني بس تروح على المراكز أو بس تنزل على الطريق بتعمل كل شيء؟ يعني صبغة، هايلايت، قص، سيشوار، شو بتعمل؟ طبغة قطع كثير بسرعة، هو ما كان المغزى من الفيديو صراحة. نحن موسي عم نركز مع الولاد الصغار، يعني ايجز من 9 للـ10 11 12، الصبايا الصغار والتينيجرز، يعني موسي عم نعلمهم شوي زيادة عن الهايجين، كيف يقدروا يحافظوا على شعرهم بوقت ما عندهم وقت مثلا او ما عندهم الكابابيلتيز انه يقدروا يكونوا عم يتحمموا كل يوم او عم يحمموا شعرهم كل يوم، او بالمقابل لما الاولاد الصغار كمان بيشوفوا الشكليات وبيشوفوا البكال وبيشوفوا الهيدا بينبسطوا فيهم، بتغير لهم من نفسيتهم. اوكي. It raises the morale اكثر. اكيد اكيد اكيد. وبيفرجوك اوقات جابرييل مثلا صوره بليز اعمل لي مثل هيدا الشعر انا بدي يكون، خاصه الصغار بتعرف بيكونوا بحبوا. هلا بالمبدا يعني مش الكل، يعني عم نفرجيهم نحن قصص بالاحرى، يعني بنفرجيهم موديلات هن بيعملوهم، يعني بنقوا من. عم بتكون لحالك جابرييل او عم بتكونوا اكثر من شخص عم تنزلوا؟ بتكون عم تنزل معي بس صراحه بعد ما وصلت هلا، و هي اسمها كريستي رحال، هي حلاقه صبيه، حلاقه رجاله، العالم تستفيد من هيدي الشغله بس انا صراحه شغله كثير حلوه. يعني هي صبيه بس عم تهتم بالشباب؟ صح، عم تشتغل حلاقه رجاله. وعلى كل حال بفتكر انه كمان كان لها لقاء خاص قبل مع الزميله لوركا كمان ضمن برنامج صباح اليوم، طلعت معنا مزبوط. طيب اليوم جابرييل، هل انت بتتوجه على المركز او انه معقول يكونوا عارفين انه انت هيك بتعمل هن بيتواصلوا معك؟ هلا نحن بالمبدا عم نبرم على كذا مركز بس عم نواجه مشكله صغيره بمقابل انه ما عم بيكون معنا كثير وقت، عم نجرب قد ما فينا عم نكون عم نبرم على كذا مركز، هلا اذا حدا بيتواصل معنا كرمال نزل عندهم نحن ما عندنا مشكل ابدا، فيهم يتواصلوا معنا خلال رقمنا او من خلال الانستغرام. في ياخذ رقم جابرييل حتى اذا بدنا نحطه على الهواء يعني لل فينا نستعمل رقمي اذا بدنا، بيكون الرقم 76 76
5 8 6 5 4 6. إذا بتحبوا تتواصلوا معنا كمان 5 8 6 5 4 6 7 6 5 8 6 5 4 6. لكل مركز، لكل شخص موجود بيعرف ناس موجودة سواء على الطريق سواء ببيوت يعني مستأجرتها، يعني وين ما كان، إذا بتحبوا إنه جابرييل يتوجه لعندكم هيدا هو الرقم المخصص، بتقدروا تتواصلوا معه. جابرييل، في منطقة معينة عم تبرموا فيها أو عم بتجربوا توسعوا النطاق؟ يعني ضمن بيروت بالمقطع. ضمن العاصمة. يس. اوكي. طيب اليوم جابرييل لما بتكون موجود بهيدا الوضع مع هيدي الأزمة بوقت يعني السلام شوي بعيد عنا هيدي الفترة، لأي مدى كمان أنت بيكون عندك هيدي الطاقة أنك تضلك موجود وتضلك عم تتأثر بكل الأشياء يلي عم بتشوفها ويلي عم تسمعها، وبذات الوقت أنت بدك تغير لهم نفسيتهم؟ هيدي الطاقة ما بتخلص، يعني أنا بالنسبة لي طالما عم شوف بوزيتيف فيدباك أنا بضلني ماشي وبضلني عم كمل بالبوزيتيفيتي اللي أنا موجود فيها. شو بيقولوا لك هيك الصبايا بس تخلص لهم شعراتهم، خاصة هيك البنات؟ لما خلص لحدا وبتطلع وبلاقيهم بيروحوا بيتوشوشوا بين بعض الصبايا، بيصيروا لك كيف عمل لي شعري ولك كيف ظبط لي شعري ولك كيف جدد لي إياهم من هون، هيدا صراحة أنا من أحلى الشعور اللي يعني عن جد. جابرييل برافو. اللي حبيته بالموضوع انه انت يعني ما رحت على مطرح ما بتعرف فيه او بدك تساعد، وقررت انك تساعد من شغلتك من مهنتك من حالك، فهيدي بركي بيكون مثل لكتار من الاشخاص اللي يمكن حابين يساعدوا ومش عارفين من وين يبلشوا او كيف يبلشوا. بلشوا من حالكم، شو بتعرفوا تعملوا، كيف بتقدروا تساعدوا كل الناس الموجوده على الطرقات او بمراكز استقبال النازحين مدارس، يعني بحيلا شغله بتقدروا تساعدون وتوقفوا حدهم بهيدا الوقت الصعب. قلت لي جابرييل ما كتير الوقت اللي بخلوك تقعد فيه بالمركز، تقريبا قديه وقديه او كم شخص، وهل بتروح بترجع مثلا اكثر من مره لتخلص اللي لازم تخلصه؟ لا ما في وقت معين، يعني نحن عم نجي تقريبا يا قبل الظهر يا بعد الظهر. اوكي. حسب نحن اشغالنا، يعني صراحه انا وقت بكون عندي شغل برات المركز فانه بضطر انه جابرييل يمكن نعم جابرييل شكرا كثير. جابرييل يعني حلوة كثير المغامرة اللي عم تعملها، حلو كثير العطاء اللي عم بتقدمه على طريقتك انت والاكيب تبعك، يعطيكم الف عافية، شكرا لكل شيء عم تعطوه، شكرا لوجودكم. بفتكر هلا عم تسمعني صح؟ يس يس. لانه قطعت بمشكله بالكونكشن، فانا بس كنت عم بشكرك وعم اقول لك شكرا لكل شيء ويعطيكم الف عافيه، واكيد كل الاشخاص بالمراكز رح يكونوا كثير مبسوطين بوجودكم. بدي ارجع كمان اقول انه جابرييل عم بيقدم اهتمام باللوك تبعكم بشعراتكم للصبايا، ومعه صبيه كمان بتهتم بالشباب بشكل مجاني، يعني جابرييل ما عم بياخذ ابدا ابدا مقابل مادي تجاه الخدمات اللي عم بيقدمها سواء على الطريق او بمراكز الايواء. وسبق وقطعنا رقم التليفون، ما بعرف اذا فينا نرجع نشوفه مره ثانيه كمان، عم بيقطع الرقم على الهواء. هيدا هو اذا رقم جابرييل، اذا في مراكز بتحب تتواصل معه حتى يروح لعندهم، هو موجود بكل منطقه بيروت. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.